الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لنا مباراة مهمة، مباراة غتكون قوية، خاصة أننا غنواجهو خصم اللي متمرس على المنافسة ديال رتبة الأبطال. تنعرفوا عليه مجموعة ديال الأشياء، حاولنا نشتغلوا عليهم في هاد الأيام هذه، ثم أننا استرجعنا لاعبين مهمين في هاد الأسبوع هذا. طبيعة الحال ناقصهم شيئا ما تنافسية في مستوى عالي، ولكن الدور ديالهم غيكون مهم غدا إن شاء الله في المباراة. مباراة غتجرى أمام الجمهور ديالنا في الملعب ديالنا، معطيات مهمة بالنسبة لنا خصنا نستغلوها إن شاء الله في المباراة ديال غدا. لاعبين كلهم طموح، كلهم استعداد، لا من الناحية البدنية لا من الناحية النفسية والذهنية، لأنهم يقدموا غدا مباراة قوية إن شاء الله ونحققوا فيها نتيجة إيجابية. نفس السؤال أمال الحداوي، كيف كتشوف هذه المباراة ديال هذه الجماعة الفريق ديال الرجاء البيضاوي مع تي بي مازامبيك؟ هي تكون مباراة كبيرة، اللاعبين كاملين مركزين على هذه المباراة هذه، واللي هي مهمة هذا العام حيت النادي الرجاء كيلعب على الألقاب، وهذه العصبة الأبطال هي من أهداف ديال الفريق. إذا نفتح المجال بالنسبة للزملاء، الاسم وكذلك الجهاز اللي كيشتغل فيه، on est ouvert aussi pour les collègues de congrès si vous voulez poser des questions. Voilà, est-ce que vous voulez poser une question ce qui concerne le match de TP Mazembe et Rajal? Ah bon, en français tu peux nous dire comme ça quand tu vois le match? Ok, il va. Pour nous, le match de demain, c'est un match très important pour nous pour cette saison, parce qu'on va rencontrer une des équipes les plus réputées dans cette Champions League, une équipe qui a de l'expérience, une équipe qui a des atouts. On sait bien que le TP Mazembe est fort chez lui, mais en déplacement en Nord-Afrique, il a beaucoup de soucis. C'est à nous d'être à l'heure demain, d'être efficace, d'être performant, inchallah, devant notre public. C'est un atout majeur pour nous demain de réaliser un bon résultat. On connaît nos atouts aussi en déplacement, mais le résultat demain va être très important pour nous pour bien négocier le match à Lumumbashi, inchallah. بالنسبة للاعبين المصابين فهما عبد الله حافظي، عمر عرجون، ومحسن متولي، بالإضافة لفابريس نقومة. طبيعة الحال كاين لاعبين اللي كان عندهم وقت طويل غايبين، ولكن هذه فترة هما تيدربوا. غنحاولوا نوضعوا أفضل تشكيلة لغدا إن شاء الله، لأن عندنا لاعبين ممكن يدخلوا، عندنا بدائل اللي ممكن تقدم الإضافة، وبالتالي غدا ما غيكونش علينا ضغط، غدا غنكونوا في أوج العطاء ديالنا، لأن اللاعبين حاسين المسؤولية ديالهم، خاصة في ظل المباريات الأخيرة اللي ما كناش فيها في القوة ديالنا. غدا إن شاء الله غنكونوا في القوة ديالنا، ولازم أننا نظهروها على أرضية الملعب إن شاء الله. جوج ديال الأسئلة الأخيرة، لأن متأخرين على التدريب اللي غادي يبدا بعد شوية. سي شانيل، استثنى من القليل أنك خديتي الفريق وأنت كتستعد أسبوع، واش هذا الأسبوع دازك مزيان؟ واش ممكن أنك غدا غادي تكون أليز بالنسبة لنا؟ هذا الأسبوع كان مهم جدا بالنسبة لنا، لأن أخذنا فيه حصص ديال التدريب اللي مدة هذه ما أخذناهاش، وبالتالي كان عندنا فترة ديال الإعداد مهمة جدا، لا من ناحية البدنية، ولكن كذلك من ناحية ديال تهيئ الفريق اللاعب ضد مازيمبي، لأن اشتغلنا على الخصم، تنعرفوا نقاط القوة ونقاط الضعف.
وبالتالي غدا ان شاء الله اللاعبين اللي غيكونوا اللي غيبداو فهم عارفين شنو تينتظرهم، وحنا عارفين بان الجمهور ديالنا غيكون حاضر وغيدعمنا. نتمنى ان شاء الله اننا بتواجد بين مالونغو اللي هو بالنسبه لنا لاعب مهم جدا في قلب الهجوم، غيكونوا عنده لاعبين اللي ممكن يطعموه، وبالتالي تنتظروا منه انه يفرح الجمهور ان شاء الله غدا وانه يفرح الاصدقاء ديالو. يلا بسرعه الله يخليكم، سؤال مباشر بسرعه لان ما بقاش الوقت. اولا حنا خدينا الفريق الكل تيعلم بان خدينا ماشي في البدايه ديال الموسم، خدينا في فتره ديال تراكم المباريات. حنا تنجريو مباريات على ثلاثه واجهات، الى قمتوا باتصال بالناس في مصر على الاهلي اللي هو فريق القرن وهو فريق عالمي فريق كبير كذلك. الموسم الماضي من نجرة خدا على العاتق ديالو انه يلعب في ثلاثه المنافسات، فهو تعرض لاكثر من هادشي اللي تنتعرضوا ليه حنايا، وبالتالي طبيعي جدا توالي المباريات والمنافسات على اعلى مستوى ممكن يخلف اصابات. حنا بالنسبه لنا المعيد البدني اللي عندنا مشهود ليه بالكفاءه في الاداره التقنيه الوطنيه، هذا العمل اللي تقوم به عمل مهم جدا. حنا لا الطاقم التقني ولا الطاقم الطبي تنحاولوا اننا نبرمجوا حصص ديال لا ريكوبيراسيون. غادي النادي كذلك في اطار تهيئ ظروف افضل غادي نجيبوا ادوات جديده للاعبين باش يساعدوا اللياقه ديالهم، وحنا عندنا الثقه في المعيد البدني وتنشكروا على العمل اللي تيقوم به. اخر سؤال بسرعه. سي جمال، هضرتي على اللاعبين المصابين اللي افتقدوا المراجع في المرحله الماضيه، من بيناتهم واجدين ان شاء الله في كل واحد على حسب الامكانيات اللي ممكن يقدم. غادي نحاولوا اننا نلقاو لهم الظروف المناسبه والتوقيت المناسب باش يلعبوا، لان الرجاء في الفتره السابقه فهو افتقد اللمسه النهائيه، لان هذو جوج ديال اللاعبين تنعرفوا القيمه ديالهم والاهميه ديالهم بالنسبه لنا. عبد الى حفيظي جدد العقد ديالو في احسن الظروف ديالو، محسن متولي راجع هو قائد ديال الفريق تنعرفوا القيمه ديالو. نتمنى غدا انهم يقدموا الاضافه ان شاء الله للاصدقاء ديالهم. شكرا لكم.